من فاروق. يمكن لو تفتكروا حضراتكم وتتذكروا المباراه السنه اللي فاتت لعبناها في الحر كانت الساعه 3، السنه دي 4:30، الرطوبه اقل شويه، الملعب يعني فوق المتوسط، انما احنا بنتكلم على مباراه في بدايه مشوار بطوله بتعشقها جماهير النادي الاهلي. لو نفتكر حضراتكم ساعه القضيه ممكن لقفشه كنا واخدين التاسعه، الناس فرحت ساعتين، وبعد الساعتين بقت قالت العشرة يا اهلي. الحمد لله النادي الاهلي جاب العشرة. هنخش بقى في ال 11، اتمنى ان شاء الله باذن الله رب العالمين. طبعا في حاجات ما تتنسيش في الكوره، يعني القضيه ممكن بتاعت قفشه دي ما تتنسيش ابدا، وما يتقالش انها شبه حد ابدا تاني، وما تتقالش ان دي مثلا شفته مش عارف بتاعت كره اليد دي زي بتاع، لا لا لا، حاجه غيرها بقى، دي حاجه بطلت، يعني الحاجات دي بطلت تعملها في حته تانية. انما دي القضيه ممكن، دي مش ممكن تتنسي، القضيه ممكن دي. بص النادي الاهلي نادي فعلا معلم، يجرح ويعلم، النادي الاهلي معلم يجرح ويعلم، وعلامه قفشه لسه لحد دلوقتي الناس كلها تتذكرها. معانا تشكيل النادي الاهلي ونتكلم بقى